نروح لماتش الاهلي وبعد كده نروح لامام عاشور. مباراه النادي الاهلي، اولا اول خبر الاهلي 7 لعيبه نفدوا من الماتش ده من الانذارات، فاصبح نجوم الاهلي السبعه اللي انا اقول لكم عليهم في امان وهيلعبوا القمه يوم الخميس. مين محمد شكري ده يا استاذ وليد؟ مين محمد شكري رجع الاهلي؟ مين؟ معار يعني؟ ملف المعارين كله بعد نهايه الموسم، والراجل قال ما يلزمنيش باستثناء 3. حاضر اجاوبك واشرح لك عشان انت باين عليك ما تابعتناش الايام اللي فاتت. فيما يخص المعارين، الاهلي مطلع اعاره 21 لاعب، وانا انفردت بالاسماء. الاهلي مطلع اعاره 21 لاعب بالاجانب، واخد بال حضرتك؟ ما انا عارف محمد شكري خلاص افتكرته بتاع سيراميكا. 21 لاعب بالاجانب. كولر نهى موضوع المعارين بدري بدري، وكلف مساعديه بمتابعه 3 لعيبه فقط لا غير. بكم؟ اهو بقول لك 3 لعيبه فقط لا غير. بكم؟ وحسام حسن، عشان تبقى بس عارف، مفيش غيرهم. بكم؟ حسام حسن، وكمان حسام حسن بعد ما قال تابعوه اسموها فعل بند الشراء، فاصبح خارج المتابعين. اصبح خارج المتابعين، والباقي كله ال 19 قال لك ما يلزمنيش. كل ال 19 قال لك ما يلزمنيش. أنا بكلمك على معلومات في الموضوع ده عشان تبقى عارف. ال 19 الباقيين قال لك ما يلزمونيش. بص، أحمد رمضان بكم؟ وكريم وليد ندفد وحسام حسن. ندفد وبكم وحسام حسن. حسام حسن سموه أفعل بند الشراء وخلاص، وكولر بلغ ان حسام خارج الحسابات واشترى اسمه نهائي. اما الباقيين بقى فعلى حسب المراكز برضه، كان ابقى بجاوب سؤالك باستفاضه. احمد سيد عبد النبي الداخليه خارج حسابات بكم؟ ميدو حسام الداخليه، معار للداخليه خارج حسابات، خارج حسابات كولر. سعد سمير خارج حسابات كولر. محمد مغربي خارج حسابات كولر. محمد محمود وحيد خارج الحسابات. محمد محمود خارج الحسابات. محمد خليفة خارج الحسابات. أحمد أشرف خارج الحسابات. العربي بدر خارج الحسابات. عمار حمدي خارج الحسابات. وليد مصطفى ومصطفى ميسي، الجناح الأيمن لسموحة، المعارين لسموحة خارج الحسابات. مصطفى البدري وزياء طارق، الجناحين الأيسر خارج الحسابات. أحمد السيد غريب، مصطفى فوزي، وفهد جمعة، ووتر بواليا، ومحمد ياسر خارج الحسابات. ميكسوني خارج الحسابات. بواليا رسميا في الجونة وده انفراد على مسؤوليتي. ميكسوني عنده عقدين، سيمبا التنزاني بنسبة 90% و10% نادي درجة أولى في السعودية. يبقى أنت بتتكلم في 2 لعيبة، وربما يتقلص الأمر رمضان بكم بس، وربما كله بخ. ادي ال 21 معار. اتمنى ان اكون جاوبتك. لا في محمود شكري ولا في ميسي ولا في اي حد في حسابات كولر. الراجل بيقول لك لعيبه هايله، ولكن مش هو الكواليتي اللي انا عايزه. استاذ عمرو المحترم من امريكا مساء الفل. اتمنى ان اكون جاوبتك باستفاضه. شادي حسين راح زد، وعلي لطفي راح زد على مسؤوليتي الشخصية. شادي حسين راح زد، وعلي لطفي راح زد على سبيل الإعارة. علي لطفي وشادي حسين في زد على سبيل الإعارة، والموضوع انتهى. وتر بواليا إعارة للجونة وبنسبة كبيرة في اتفاق بيع. وميكسوني لسيمبا،
والاخ بتاع بوليفيا اتكل على الله على بوليفيا. خلي بالك اول واحد في مصر قال لك بيبطل مع الاهلي وقال لهم عايز 800 الف مقدم السنه الجايه عشان اروح بوليفيا، اروح النادي بتاعي القديم. وبعد كده وصل الموضوع خد 400 الف دولار وسافر وخسر الاهلي مبلغ رهيب ما يقلش عن مليون ونص دولار. ونفس الوضع وتر بواليا ونفس الوضع ميكسوني. وقلت دايما لا تلوموا الادارات على الخسائر في الصفقات لانها بطيخه مقفوله وانت وحظك. نروح لمباراه الاهلي والاتحاد سريعا واجاوبكم على اي حاجه. الاهلي فاز 2-0 وحقق مكاسب كبيره جدا في هذه المباراه. اول المكاسب ان السبع نجوم الاساسيين بتوعه اللي كانوا مهددين بانهم ما يلعبوش القمه لو حصلوا على انذار ثالث النهارده، يعني اي واحد من السبعه خد انذار كان هيبقى عنده ثلاث انذارات مش هيلعب القمه، طلعوا صخ سليم بلا انذارات. محمد عبد المنعم سيشارك في القمه وبلا انذارات. كهربا لم يحصل على انذارات وسيشارك في القمه. اليو ديانج سيحصل لم يحصل على انذارات وسيشارك في القمه. محمد هاني، ياسر ابراهيم، مروان عطيه، الشناوي. سبع سباعي الاهلي اللي دخلوا المباراه والجمهور كان قلقان لا يحصلوا على انذارات تحرمهم من لقاء القمه، لان كل واحد دخل المباراه فيهم هو عنده انذارين. طلعوا صاغ سليم.